دابا غتشوفوا معايا واحد الحاله ديال واحد السيده اللي هي تتعاني من تيم مشكل ديال السمنه ونسبه كبيره من الدهون عندها على مستوى الجسم كامل، واحتراما للخصوصيه ديالها بالطبع ما غاديش نبين وجهها، غنبين لكم غير الجسم ديالها ونوريكم السروال ديالها شحال تلبس، وان شاء الله غنخدم لها مزيان. ها هو المشكل ديال الشحمه هنايا عندنا، غنوريكم لي بارتي اللي كاينين. كاين عندنا هنايا لي مولي، ها هما فيهم شويه ديال الشحمه، لي كويس اونتر كويس، لي جونو حتى هما هما ملي تتعمر في لي كويس تولي تخرج في لي جونو، ها هما من اللور، دابا من اللور من القدام راه حتى هي تكون كاينه. كاين لي فيس، كاين جناب، هادو تكون فيهم واحد النسبه، ها هما شتيها يا لو دو حتى هو تتكون فيها، هو نوريكم غير لا تراس ديالها شتيها، ها هي عندي هنا لو دو من هنا تتبقى طلع حتى لهنا، راه بزاف الناس يعانيو من هذا المشكل هنايا، وكذلك لي بغا ها هما شتي لي بغا ها هما الشحمه كاينه. دابا حيت لابسه تريكو شويه واسع ما غتبانش لينا بزاف، مي كاينه. بالمشكل القدام عندنا نفس المشكل ديال الكرش، ها هي شي الشحمه كيفاش متراكمه عندي هنايا تشوفها معايا، عندي هنايا لتحت عاوتاني كاينه في الفخاد، هبطات على لي جونو، هبطات على ركابي، وكاينه واحد شويه هنا القدام بدات تهبط القدام في لي مولي حتى هي كاينه، ولي هونش اللي وريناكم قبيله من اللور. اذا السيده هاد الحاله عندها الشحمه في لو كور كامل ديالها، يعني شحمه بارتو في لي كويس اونتر كويس لي هونش لي مولي لو فونتر لي برا لو دو. غنحاول نخدم لها لو كور ديالها كامل في واحد المده ان شاء الله اللي تكون قليله، ودابا تتلبس هي 44 وغتحاول تجي تشوفوا معايا 40 ان شاء الله، تسناوني.